قصة اختفاء باش تصير حتى حد ما باش يعطيها أهمية في الأول. لحبيب ما كان الجو ياسر أنه يكون موجود مع العائلة. لحبيب عنده أولاد أخواته تقريبا في عمره، مازال صغير، عمره 24 سنة تقريبا، أولاد أخواته في عمره، لكنه ما فماش. وينو لحبيب؟ بدأ كل واحد يسأل في الآخر، كلمكش لحبيب، شفت شي ولا سمعت شي أخباره؟ ينجم يكون مشى لحبيب. العائلة تفركس، العائلة قاعدة تسأل. فوقتها هما بدأوا يسمعوا في صوت إطلاق النار. أشنو هذه حكاية عندها علاقة بالأحداث تاع البلاد؟ شفت واستغربت وقلت شبيه زعما هالسيد هذي وشبيه في هالحالة؟ وفما حكاية وكأنه يحبوا يخبيوها محطوطة في وسط البير. Thank you.